ازيكم يا حبايبي الحلوين، عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل حيوان جميل جدا، انا بحبه على المستوى الشخصي بصراحه، واتعمل له افلام كتيره، وهو هنعمل النهارده الباندا. الباندا سهل جدا. اوكي، تعالوا في الاول نكور كده اللون الابيض اللي معانا ده، ويركزوا قوي في الخطوات اللي احنا هنعملها مع بعض. ايدي هو بنكور اللون الابيض الجميل بتاع الباندا الجميله بتاعتنا، هنحطها هنا وهنجيب الصبعين الصغيرين بتوعنا. دوس بقى معايا كده، ماشي، حلو قوي. الباندا هيختلف بقى عن لما كنا بنعمل الشمس والقمر والوردة والحاجات دي، كنا بنعمل كده ونقعد نشكل. لا، النهاردة هنيجي ندوس على النص. يعني انت كده دوست لي على النص ودوست على دول، احنا كده عملنا العينين وعملنا مكان المناخير. طيب تعال نجيب الاسود، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل كور باللون الاسود نحطها مكان الفراغات هنا. بص بقى، انا قاعد اهو، ادي اللون الاسود ده صغير صغير قوي اهو، ادي واحد اهو هقوم حاطه هنا، وادي التاني اهو كورناه هنحطه هنا. يبقى احنا كده عملنا المكانين دول. هناخد واحد كمان وهنعمل كورتين كمان، يعني احنا المفروض نعمل 5 كور باللون الاسود. اوكي، ادي واحدة هنحطها مكان خرم المناخير، تمام. وهنيجي نقوم يا حبايبي عاملين الكورتين دول عشان نعملهم فين؟ احطهم هنا وهنا في المكان اللي هما المفروض الودان بتاعته. ادي ودان. طيب وبعدين، انا ما خلصتش، هنجيب اللون الابيض تاني خلاص، وهنعمل نكورهم شوية كده صغن، يعني نحاول نخليهم أصغر من الأسود دوت خلاص، ونبطل سنة كده، وناخد كده أهو بالمنظر ده، وهقوم حاطط هنا، وهقوم حاطط الناحية التانية برضو. دي حاجة حلوة جدا، لسه الباندا ما خلصتش. هناخد بقى نعمل كورتين صغننين قوي، بصوا بقى حاجة يعني كده، دول اللي هما العينين. ادي ده وادي ده، ماشي. ده بالنسبة لدول. انا ممكن اعمل لكم انعكاس الاضاءة في المراخير زي ما احنا بنعمل في حصص الرسم بتاعتنا بقى، الناس اللي بتتابع معانا الرسم اهو، احطها لكم هنا، يبقى كده كأن مراخيره فيها حتة بتلمع كده. وهنيجي بالجزء اللي هو بتاع الحواجب ده، نعمل لي الحواجب هنا، واعمل لي الحواجب هنا، برافو. وهنعمل الباندا بتاعتنا بتضحك، احنا ما عندناش حد زعلان اهو، كل الانيمالز واي حد هنرسمه هنعمله بيضحك خلاص. اتمنى تكون الباندا عجبتكم، هنطلعها بالسلاكة بتاعتنا السحرية وهقربها لكم، واقول لكم انتوا هتعملوا احلى، انتوا هتعملوا احلى منها. دي ببساطة نقدر ازاي نستفيد بالالوان اللي معانا من غير ما تدخل في بعض. استنوني ان شاء الله في حلقة جديدة بسيطة من الحلقات الجاية في الصلصال بتاعنا وحلقات صلصال العيلة. باي باي.